المسيح قام حقا، قام، إن الرب قد قام في الحقيقة وظهر لسمعان، هذا ما نقرأه في لوقا 24-47 وتابع. طبعا مفهوم، ولكن مع الأسف نحن مضطرون للتفسير مرة أخرى، إنه قيامة يسوع لا يمكن أن تعني إلا شيئا واحدا، وهو عودة الحياة إلى الجسد المصلوب الذي مات والذي دفن، بدليل أن السيد له المجد قال لتوما تعال ضع يدك في مكان المسامير، ضع يدك في جنبي، لا تكن منكرا بل كن مؤمنا. أيضا نعرف من العبارة أراهم يديه ورجليه، إذن مش ممكن يكون أراهم يدين أخريين ورجلين أخريين، أراهم يديه ورجليه، وعندها تقع كل الاعتراضات التي ابتعدتها اليهودية عبر الأزمان أو تسترت بستار العقلانية أو تفلسفت على نصوص، ولكن كلها واضحة، يعني كلها واضحة، شهادة العهد الجديد واضحة إنه الجسد المصلوب الممات المدفون هو وليس غيره قام من بين الأموات. نأتي إلى الاحتفال بالعيد. في حديث سابق استشهدنا بكورنثوس الأولى فصل 5:7-8، ذبح فصحنا المسيح فلنعيد لا بخمير الخبث والفساد العتيق بل بفطير الخلوص والحق. فلنعيد عيد ذبح المسيح وعيد حملنا الفصحي وعيد عبوره. نحن نعيد قيامة يسوع كل يوم أحد، كل يوم أحد في السنة على مدار السنين والعقود والأجيال والقرون، كل يوم أحد، كل يوم شمس هو يوم الرب، وطبعا هو الاحتفال الأسبوعي، ولكن عندنا أيضا احتفالا سنويا اللي يجب أن يكون في 16 نيسان العبري، يعني مبدئيا 16 نيسان العبري، لأنه 14 نيسان اليهود أكلوا في سنة 30 الحساب الميلادي الحمل الفصحي، أكلوا العشاء الفصحي، سيد المسيح قام بعدها بيومين. الآن كان في عند المسيحيين الأولين خصوصا أناس متأثرين من العقلية اليهودية من أراد أن يحتفل بالفصح المسيحي في 14 نيسان العبري، ولكن 14 ودعيوا بالأربع عشريين، ولكن 14 نيسان العبري في الواقع ليس تاريخ فصح يسوع، يعني عبور يسوع، بل إذا بدك تدرسها مضبوط هو 16 نيسان العبري، يعني بعد الفصح العبري بيومين. ليس فقط لهذا السبب، بل مع الزمن، على فكرة البابا فيكتور وكان أصله من شمال أفريقيا، يعني اليوم نقول المغرب العربي، هو هدد بالحرمان مجموعة الأربع عشريين. الآن مع الوقت وبسرعة فائقة أراد المسيحيون أن يحتفلوا أنه يكون الاحتفال
السنوي بقيامة يسوع يوم أحد، بما أنه السيد له المجد قام من بين الأموات يوم الأحد، يوم أحد. هذا أولا. ثانيا، مع الوقت أيضا اتضح أنه تاريخ الفصح العبري، التقويم العبري ناقص، بما أنه أساسا تقويم قمري، ولكن نوعا ما بزيدوا عليه اعتبارات شمسية. لأجل ذلك كل أكم من سنة، يمكن كل 3 سنوات إذا أنا مش مخطئ، يزاد آذار ثاني على التقويم العبري كي يستقيم التقويم. إذن من جهة ليس 14 بل نيسان العبري 16 هو الذكرى السنوية لفصح يسوع، يعني عبوره من الموت إلى الحياة. ثانيا، الكنيسة أصرت إنه هذا العيد السنوي يكون يوم أحد. ثالثا، زي ما كما قلنا، التقويم العبري، الرزنامة العبرية ناقصة، مغلوطة في التاريخ. أتت اقتراحات طبعا انطلاقا من فلسطين، هنا من قيصرية، قيصرية البحر، وبعد ذلك أكدها مجمع نيقيا سنة 325، وحدد لعيد الفصح تاريخا متحركا ولكنه ثابت من ناحية المبدأ، الأحد الأول بعد بدر الربيع، يعني الأحد الأول بعد اكتمال القمر بعد 21 آذار. بقيت الأمور تسير ولا فرق بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية حتى سنة 1852. سنة 1852 توصل البابا العالم الفلكي غريغوريوس 13 مع نخبة من الفلكيين الآخرين إلى نتيجة أنه التقويم اليولياني اللي الناس بسموه شرقي هو تقويم ناقص، يعني أنه السنة ليست بخلاف ما رآه سوسجينس ويوليوس قيصر، ليست 365 يوم وربع، ربع يعني ربع ال 24 قديش؟ 6 ساعات. نعم، 6 × 4 = 24. اكتشف وقتها علماء الفلك، وهذا شيء صحيح على ما يبدو، انه السنة ليست 365 يوم وربع، بل 365 يوم وخمس ساعات وكذا دقيقة وكذا ثانية، بمعنى أنه ووجدوا أنه في 10 أيام إذن مرت، هالحكي 1852، من تراكم هذه الدقائق، يعني حسبوها من 325 مجمع نيقيا إلى 1852 طلعت قديش؟ طلعت 240 ساعة. 240 ساعة يعني 10 أيام، وكل 129 سنة بزيدوا يوم، يعني الآن الفرق هو 129، عفوا الفرق هو 13 يوم. يعني احنا اليوم كم في الشهر؟ اليوم 21، اليوم 22/4 حسب التقويم الغريغوري، 22 نقص منها 13 بتطلع 9، وهو الموافق 9 نيسان ابريل، بما انه الفرق 13 يوم. وعلى هذا الأساس عندما تكون السنة كبيس أو عندما يتأخر اكتمال بدر الربيع فالعيد يأتي معا.
ولكن عندما يتم اكتمال بدر الربيع سريعا، 13 يوم لسه ما بيكونوا خلصوا، فبيكون في فرق مرة أسبوع، مرة أسبوعين، مرة ثلاثة، مرة شهر، حسب الدورة القمرية. طبعا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن العيد واحد، معناه واحد، مضمونه واحد، بطله السيد المسيح إذا جاز التعبير واحد، شو كمان؟ توقيته واحد، هو الأحد الأول بعد بدر الربيع. ما هو الاختلاف؟ الاختلاف هو في التقويم، بين التقويم اليولياني المدعو شرقيا أو المنسوب طبعا إلى يوليوس قيصر، والتقويم الغريغوري المنسوب إلى البابا غريغوريوس 13. طبعا كل هذا لا ينسينا شيئا مهما جدا، أنه أولا الذين يحتفلون الاحتفال بعيد قيامة السيد المسيح هو احتفال كتابي يحقق حرفيا ما ورد في الكتاب المقدس، ذبح فصحنا المسيح فلنعيد، فلنعيد، مش مكتوب فلنعيد شيء، لا فلنعيد. وين؟ بعض الفئات لا تعيد. إذا أولا الاحتفال بالعيد أفضل من عدم الاحتفال به. ثانيا في معظم البلاد المسيحية يحتفلون بالعيد معا حسب الأكثرية، مثلا في مصر، في يعني في مصر مثلا الأكثرية من أشقائنا الأرثوذكس، إذا الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بكل الأعياد مع الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة. ذبح فصحنا المسيح فلنعيد، ليس فقط مرة في السنة بل كل يوم أحد. ونستطيع أن نقول أنه كل يوم، كل شروق للشمس، كل يوم وفي كل بلد على مدار الساعة وعلى مدار الكرة الأرضية البيضاوية هو احتفال بقيامة السيد المسيح له المجد. وشكراً.